أهلا بكم مع مباريات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. أول لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد مع نظيره الدنمارك لكرة اليد يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير 2021. تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 4:30 مساء بتوقيت غرينتش، الساعة 5:30 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة: قناة تايم سبورت 1. ثاني لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. يلتقي المنتخب السويدي لكرة اليد مع نظيره القطري لكرة اليد يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير 2021. تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت غرينتش، الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة: قنوات تايم سبورت. ثالث لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. يلتقي المنتخب الإسباني كرة اليد مع نظيره النرويجي لكرة اليد يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير 2021. تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت غرينتش، الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة: قنوات تايم سبورت. رابع لقاءات دور الثمانية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021. يلتقي المنتخب الفرنسي لكرة اليد مع نظيره المجري لكرة اليد يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير 2021. تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت غرينتش، الساعة 8:30 مساء بتوقيت المغرب، الساعة 10:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 11:30 مساء بتوقيت الإمارات. القنوات الناقلة: قنوات أون تايم سبورت.